يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن في بلد يكثر فيها الرافضة والصوفية، فكيف ننقذ العوام منهم؟ وهل ندعو هؤلاء المبتدعة أو العوام فقط؟ نعم. يقول نحن في بلد يكثر فيه الرافضة والصوفية، فكيف ننقذ العوام منهم؟ وهل ندعو هؤلاء المبتدعة أم نكتفي بدعوة العوام؟ اللي عنده مقدرة يجب عليه أن يدعو الدعاة، يبين لهم، يقيم الحجة عليهم. كل ما عنده مقدرة يبين بقدر استطاعته. نعم.